هلا مجددا، صف الثالث محاضرة لكم سلسلة من القواعد على الكمبيوتر. هذا القواعد هو أو هاي السلسلة بالأحرى هي شرح للقواعد بطريقة مختصرة، بطريقة حلوة، وياها أمثلة وزارية، وياها حل للتمارين الخاصة بالقواعد. إذا حابين تشتركون ما عليكم إلا تشتركون بالقناة حتى يوصلكم كل شيء جديد انشره عن قواعد السبورة، مع سبورة على الكمبيوتر. اوكي، احنا اوريدي عندنا قواعد السبورة، بقى اسوي لكم قواعد على الكمبيوتر. وايضا اشتركوا بالقناة اللي على التليجرام، لانه راح نبدي بسلسلة الخطة اللي سويتها لكم، خطة الطالب. تذكرون من سويت لكم خطة للطالب، فهواي راح تفيدكم هاي السلسلة. باي باي.